Excuse me, can I go first? I am very sick. No, no, please, I come first, please. والله طوارئ. I need money. What this, you crazy? قانون قانون. Go, ولا. What this, you? Sister. I go now, right. I want it. طيب فضل. أحسن أنت أحسن. رواتب. معروف. الله يعطيك الصحة والعافية. نعم. فضل. نعم تروح قبل. لا 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 تروح قبل. ما مستعجل. لا نعم تروح قبل. ما مستعجل. يا رجال. فضل. عمي. يا ولدي. يا ولدي. عمي. أنا ما مستعجل لكن تو جاين قبل. عشان أنا. عشان أنا. بالدور. يا عمي. بارك الله فيكم. لكن تو جاين. أباك اليوم تروح. فضل فضل. يا بعد معازم. لازم أروح قبل. لازم. سحاب من صوب حضرة إلى اسماعيل الملوحية زايدة ما طبيعية هو اللي متوقع أن عصار تكة في الطريق شباب شباب عصار تكة جاي في الطريق ترى كل واحد وبم أولاده نصحتكم انشر ولك الأجر وقد عذر من أنذر هذا عصار ترى ما هي شيء عصار تكه عقب الاخبار يقولوا جاي منخفض اخوي جاي عصار توكل توكل البيت شل شلولك عصار 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 وعصار يومير ما طالع من البيت مخلي عمرك البراش دي والله العظيم بار ايش ليتي ترى بار بشورت مالك يار اقول لك رو روكي بار بعسكري من لبن بس اربعة كم حساب 500 باري ليش 100 زيادة؟ لا يكون انتو بانسك الروبنز على غفلة؟ الليلة ما كنا ذايب شوية روح قبلنا واحد كذا قامت شوية شوردة شوي 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 لا تاكل شنبك فنان مال بلاش والله انتو مالهم هذين يشوفوا شوح شوح عيونك لا صفعك انتو مالهم كلهم يشوفوا علينا يا أخي سالفة ما طبيعي خلا خلا قلسة ول 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 شوف كل جروب منشر خبر عاقل سالفة طول من لازم ترى أنا بروح البيت عبر الوسيط الدولي كوفي عنان في بيان له عن قلقه إلى تكاثر أقول لك تعال تعال جلسة بسرعة بي أخبار ما أنا منشر كل مكان في وقت بيشلونا أهم شيء سجن سمايل نكون مع بعض لازم نسافر من بلاد هذا الوقت اللي صار في زحمة حياكم الله في برنامج فنان ستايلك مع الأخوان خنقرية خبرني كيف جاتكم الفكرة؟ في الحقيقة الفكرة جاتنا على غفلة أنا وأخوي حبينا نعكس شخصية الشباب في كاريزما معينة شوف أخوي يريد سيمسي ماذا؟ جاي من هنا جاي ولا ما جاي؟ جاي جاي الخنقرية فكرة عظيمة والحمد لله توفقنا فيها جميل جميل بعد الخنقرية وش اللي تغير في حياتك؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين تغير فينا الكثير توفقنا في الوظائف أصبح عندنا معجبين شكرا ونمتلك السيارات الفاخرة نسأل الله التوفيق جميل جدا جميل من وين ابتكرتوا اسم الخنقرية؟ خليني أخبرك حاجة ترى الواحد رجع لأصله وشعارنا سيفين والخنقر عمانية خشمك وش مخططاتكم الجاية؟ إن شاء الله في العيد نازل كولكشن جديد عندك السنقرية والبنقرية والزعفرانية الخنقرية تخلي لحيتك طرية مؤيد شخص مجتهد في دراسة من يوم هو صغير الدراسة الهم الأول بالنسبة له وكان دائما يسعى أن يتفوق في دراسته المركز الأول وفي المرحلة الثانوية استمر على نفس الخطة كيف تجي مباراة في الليل؟ بجلس أباكر يا أخي يلا نتلاقى مؤيد حقق حلمه ودخل الجامعة مؤيد كان أول واحد يوصل الكلاس ماشي من البر ولكن استمر في اجتهاده انفورميشن سيستم طلع لحظة من لحظات الحياة خرج مؤيد من الجامعة ولكن المفاجأة كانت وغالي ناقصنك شهادة ميلاد مال الوالد وكروكي مال البيت وفاتورة كهرباء مال شهر ثلاثة فحاليا ماشي وظائف تعال بعد سنة ان شاء الله يصير خير ان شاء الله ومع اصحاب المشاريع الصغيرة اخوي كيف الامور؟ والله انا درست واجتهدت وتخرجت بشهادة بس ما توفقت في الوظيفة والحين اشتغل على نفسي ايوه ايوه شي حبار شي شي بريال شي لكن انا انصح شباب ما تجلس في البيت الشغل ما عيب واشتغل على نفسك صبر بو في الفلفل